السلام البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. اليوم نهار جديد غادي ندوزوه معايا في الدار، وغاديش نخرجوا هاد الصباح حتى نتغداو ان شاء الله، عاد غادي نخرجوا. اليوم الزوج ديالي هو اللي غادي يطيب لنا الغداء، غادي يحضر لنا الدجاج بالروز واحد الطريقه سهله كتوجد في 30 دقيقه. تبعوا معنا المراحل الى نهايه الفيديو. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، غادي يحضر لنا الدجاج بطريقه سهله مع الروز. بالنسبه للدجاج، احسن شيء انكم تعملوا له العطريه ديالو ليله قبل ما تطيبوه، احسن لانه كتدخل فيه هذيك شرموله وكيجي لذيذ وكيجي بنين ودغيا حتى يطيب. بالنسبه للشرموله، استعمل بابريكا اللي هي تحميره، كمون، الابزار، سكينجبير والثومه بودره، وعمل واحد الحزمه ديال المعدنوس. دابا في الطنجره غادي يعمل شويه ديال الزيت وغادي يوضع الدجاج يتقلى. وهكذا غادي نبقاو نقلبوه حتى يتقلى مزيان من جميع الجوانب ديالو. هنا بعد ما غادي يتقلى الدجاج، غادي يضيف له واحد الحبه ديال الطماطم وحده، غادي يقطعها دوائر كيف كتشوفوا، وما غاديش يضيف نهائيا الماء. هاد الدجاج غادي يطيب في لاصوص ديالو فقط كيف كتشوفوا. من بعد غادي نغطيو عليه وغادي نخليوه يطيب على نار هادئه. في هاد الاثناء غادي ياخذ الرز وغادي يغسلو. تقريبا خدا واحد نصف كيلو ديال الرز. من بعد غادي ياخذ طنجره ديال الضغط، غادي يدير فيها جوج ورقات ديال سيدنا موسى، ورق الغار، غيدير فيها الملحه القياس اللي غادي يطيب لنا الرز، غادي يدير الابزار، غيدير الزيت، وغيدير فص ديال الثوم، وغادي يضيف لهم الماء اللي غادي يطيب لنا الرز، يعني الماء الكافي اللي غيطيب لنا داك نصف كيلو ديال الرز. بعد ما يغلى الماء غادي نضيفوا له الرز وغادي نسدو على الكوكوط. من بعد ما الكوكوط غادي تبدا تصفر، غادي نقصوا على الرز ديالنا وغادي نخليوه يطيب على نار مهيله مده 15 دقيقه. هنا هما المناطق الشمال معروفين بهاد الزيتون البلدي، خديت منه الاسود والاخضر، غادي نغسلهم مزيان وغادي ندير لهم شويه ديال العطريه. بعد ما تسقطر غادي ندير فيه الكمون، ورقه سيدنا موسى، وزويته بلديه. نفس الشيء غادي نعمله في الزيتون الاسود، حتى هو ضفت له ورقه سيدنا موسى، وندير له الكمون وزويته بلديه.
هنا غادي نمشي للجردة، غادي ناخذ شويه ازير ونضيفوا لذاك الزيتون اللي شرملت ونزيدو حتى على الدجاج. يا سلام على ريحه فيه. دابا غادي نغسلو، غادي نضيفو الزيتون وغادي نضيفو على الدجاج. دابا غادي نقفل عليهم هاد العلب وغادي نوضعهم في الثلاجة ونحتفظ بهم جانبا، نحطوهم كمرافقات للفطور او للغدا. دابا الغدا ديالنا ها هو وجد، كي كتشوفوا الدجاج ها هو طاب وحتى الرز كذلك ومثال. دابا غادي ندوزو للتقديم. دابا غادي نحط الرز كيف كتشوفوا وغادي يوضع فوق منو الدجاج بطريقة عادية بحال الطريقة ديال الكسكس المغربي، كيجي زوين وغادي يسقيه بهذيك لاصوص. كنتمنى ان هذا الطبق اللي قدم لكم الزوج ديالي بطريقته اليوم يعجبكم، وكنتمنى انكم تجربوه. هذا هو جو ديال السفر، كيخلق واحد الجو ديال التعاون ما بين الازواج وما بين الاطفال حتى هما، علاش لا ندخلوه معنا المطبخ باش الانسان تيحس براسو ان الكل في عطله. بسم الله. الله يعطيك الصحة، جا رائع، تبارك الله على الشاف وصافي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون كان خفيف عليكم، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.